السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالفرد الأول في الدورة الأولى، مادة اللغة العربية، إذا المستوى الرابع دائما. إذا لدينا فهم المقروء، لدينا نص قرائي، إذا سنقوم بقراءة هذا النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص. تعتبر صومعة حسان من أهم الصروح التاريخية القائمة في الرباط عاصمة المغرب الحالية، وتعود لجامع حسان الذي بناه يعقوب المنصور في عهد دولة الموحدين في عام 1197 إلى عام 1198 ميلادية، حيث يعتبر هذا المسجد وصومعته تحفة عمرانية فريدة تحكي تاريخ حقبة حضارية عريقة، وقد تم تصنيفه كواحدة من مواقع التراث العالمي من فئة الأماكن الثقافية العالمية في الأول من شهر يونيو عام 1995 ميلادية من قبل منظمة اليونسكو التي تعنى بالتراث العالمي. إذا هذا هو النص. أقترح عنوانا مناسبا للنص، يمكن أن نعنون النص مثلا بصومعة حسان. صومعة حسان. إذا السؤال الثاني، الصروح مرادفها المآثر، الحقبة مرادفها الزمن، عريقة ضدها جديدة، بناه ضده هدمه. تقليدية، إذا كلمة تقليدية، مفردة كلمة تقليدية، صناعة تقليدية، إذا مجوهرات تقليدية مثلا، زرابي تقليدية مثلا، يمكن إذا مثلا يمكن أن نقول كذلك فلاحة تقليدية، فلاحة تقليدية. السؤال الرابع، أين تتواجد هذه الصومعة التي يتحدث عنها النص ومن شيدها؟ إذا تتواجد صومعة حسان بالرباط، بناها يعقوب المنصور. متى تم تصنيفها من قبل منظمة اليونسكو كتراث عالمي؟ إذا تم تصنيفها كتراث عالمي سنة 1995 ميلادية. إذا نمر الآن إلى الصرف والتحويل. إذا أصنف الكلمات حسب أقسام الكلمة، اسم فعل حرف، إذا ذهب فعل، كتاب اسم، معلم اسم، في حرف، خرج فعل، شارب فعل، على حرف، نافذة اسم، ولدينا أكل فعل، أكل نضيف أكل. ركب جملتين تتضمنان اسما وفعلا وحرف. ذهب المريض إلى العيادة، إلى العيادة مثلا. زار السائح مدينة مراكش. أصنف الأفعال في الخانات حسب زمن الفعل. قف أمر، فعل أمر، قف، دخل ماضي، يكتب مضارع، يكتب مضارع، ألعب المضارع كذلك، ألعب، ألعب، اسمع أمر، فعل أمر، اسمع، اسمع، تأكل فعل مضارع، تأكل، تأكل، فعل مضارع، تمرن فعل ماضي، تمرن، تمرن، تمر،
تمرن. نقل فعل ماضي نقل. تشرب فعل مضارع تشرب. البس فعل أمر. أنجز فعل أمر. ثم أفهم فعل مضارع أفهم أفهم. السؤال الرابع، ركب جملة فعلية وأخرى اسمية. جملة فعلية تتميز مدينة شفشاون ببنائها المتميز أو بألوانها المتميزة. جملة اسمية، المغرب بلد غني بحضارته بحضارته بحضارته. إذا نمر إلى السؤال الخامس. إذا لدينا كلمات سنحولها حسب المطلوب. معلم معلمة معلمان معلمتان معلمون معلمات صديقان. إذا صديق صديقة صديقان صديقتان أصدقاء صديقات صديقات. ثم مهندس مهندس مهندسة مهندسان مهندستان مهندستان مهندسون مهندسات مهندسات. نمر الآن إلى تركيب. أرتب الكلمات لأحصل على جمل مفيدة. إذن صومعة الكتبية أو مسجدي مسجدي الكتبية. إذن هنا عندنا جملة اسمية، عالية عالية. إذا المبتدأ هو صومعة والخبر عالية. إذا الجملة الثانية، اغسل. إذا اغسل أسنانك أسنانك إذا بالماء والصابون. إذا هنايا نورمالمون نقولوا يديك يديك شي أسنانك كي عطاونا أسنانك. إذا نكتبوا داكشي اللي عطاونا بالماء والصابون. أو هنا خصو يحيدوا الصابون ويديروا معجون الأسنان والصابون. فور انتهائك انتهائك من فور انتهائك من الأكل فور انتهائك من الأكل جيدا جيدا. إذا هنا خصنا نبدلوا الصابون ونديروا ومعجون الأسنان، ولا نبدلوا الأسنان ونديروا اليدين. اغسل يديك جيدا بالماء والصابون فور انتهائك من الأكل جيدا. جيدا نقدروا نسبقوها نقدروا نخلوها هي الأخرى. ركب جملتين مفيدتين. العلم منارة المستقبل. إذن هذه جملة اسمية، نعطيكم جملة اسمية جملة فعلية. يعمل يعمل المهندس على تطوير تطوير مشروعه مشروعه. إذن ضع علامة في أمام كل جملة فعلية وأسطر تحت الفاعل. إذن جملة فعلية يقع جملة فعلية. فاسو ليست جملة فعلية. فن الخزفي ليست جملة فعلية. إذن كنشوف غير الكلمة الأولى. إذن هنا عندي فعل فاسو عندي اسم فن الخزفي. هنا تتجي باسم جملة اسمية جملة اسمية. تشتهر تشتهر جملة فعلية. الزربية الأمازيغية إذن جملة اسمية. زار زار فعل إذن جملة فعلية. إذن نمشي نقلب على الفاعل. هنا عندي مسجد والفاعل. تشتهر مدينة هي الفاعل. زار السياح إذن السياح وهي الفاعل. غادي نمشي للسؤال الموالي وحول الجمله الاتيه الى جمله فعليه. صومعه حسان تعتبر. اذا غادي نحد نشد الفعل ونديره هو الاول في الجمله. تعتبر صومعه حسان من اهم الصروح
التاريخية في المغرب. إذن هنا عندي بنا، غادي نديرو هو الأول في الجملة، بنا يعقوب المنصور صومعة حسان، صومعة حسان. نمر الآن إلى السؤال الخامس. إذن أقرأ الكلمات وأكون منها ثلاث جمل اسمية، ثلاث جمل اسمية. إذن النافذة، النافذة مغلقة، النافذة مغلقة مغلقة. القصة، القصة ممتعة، دي القصة مع ممتعة ممتعة. الخبز لذيذ، الخبز لذيذ. إذن هنا نكتب الخبز لذيذ. إذن السؤال الأخير، أركب جملة اسمية. مثلا المدينة، المدينة أثرية، أثرية. مثلا المدينة أثرية إلى آخره من الجمل الإسمية. إذن هنا ننتهي، نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.